سلام المسيح، مزمور 79 الآية 13. السابعة من المقام عشان تكون ليدنج تون تاخدك للبيت او للاول او للوان او للتاني. ف بتحس انه النوت لازم تركز على بداية المقام او النوت اللي بعدها. كيف لما تحرص انه تكون الايد اليمين نازله وطالعه على الاوتار وما تغيرش مسارها. طبعا مش قاعده لكن طريقه من الطرق، يعني بدل ما كله بنزول شو ما سالها Thank you.
جلبني في الآية هاي إنه نحدث بتسبيحك بدل ما نحدث أحكي على الناس أو أحدث بأمور لا تليق أو أحدث بأمور لا تبني، أحدث بتسبيحك. علمنا يا رب دائما نحدث بتسبيحك، شاكرين اسمك، مادحين عملك في حياتنا في كل يوم في كل لحظة إحنا فيها، قادرين نعمل هيك لأنه كل إشي بنعمله فضل منك، كل خير بالدنيا فضل منك. وبارك اسمك. سلام المسيح معكم.